السلام عليكم اخوة اخواتي كي دايرين صباح الامور زايا الله يحفظكم ليا اليوم المهم جينا بهاد التصوير هذا اللي هو دو كاليتي يعني ناقص السبب غادي تعرفوا شنو هو السبب السبب هو خصنا ليا التليفون باش كنصور ديجا هذا باش كنصور اصلا يعني كنت عطيته لواحد السيد وصافي يعني ما على فاش خديت التليفون هذا يعني هذا عطيته لواحد السيد هذاك بليزير ومنين عرف لي خسر ليا ردوا ليا مسكين قلت له ما بغيتش ناخذ منه بكل صراحه ما بغيتش ناخذ منه قلت له لا قال لي لا والله حتى تاخذ قال لي حسيت حتى شي واحد عطيه ليا عرفتي ما كاين حتى شي مشكل المهم هذا هو يعني هذا هو السبب اللي خلاني ميكت على على سميتو على اليوتيوب الاخوان يعني كيف كتشوفوا التليفون معايا مهرس التليفون يعني هنايا مهرس كيف كتشوفوا وهذا هذا هو باش كنصور هذا هو اللي كان فيه الكاليتي شويه مزيانه من ناحيه اللايفات ومن ناحيه الفيديوهات هذا هو باش كنصور طبعا اصلا الشاشه مشات له ديجا عاودت الشاشه بشي 600 درهم غنمشي نعاودها لها عاوتاني بزاف عليا شنو الحل اللي درت واخا القضيه مزيره شويه قاصحه زيرت راسي سلك من هنا سلف من هنا وربق من هنا جيت ثاني تليفون جديد اللي هو شاومي 7 برو ماشي 7 نورمال شاومي 7 برو هذا هو شريتو عاد دابا شريتو ان شاء الله غادي تبقاو معايا حتى اخر فيديو غادي نوريه لكم فهمتوني حتى اخر فيديو غادي نوريكم التليفون يعني علاش اصلا دابا يعني راني مشغول شويه هذا هو التليفون ما بقاش خدام الله يرحمه الله يرحمك فهمتي ما بقاش خدام هذا شاومي برو يعني كاين شاومي 7 نورمال هذا برو من بعد غادي نوريه لكم ان شاء الله ونوريكم التفاصيل ديالو وشحال ديال الرام وشحال ديال الجيجا وشحال في داكشي كامل يعني من تما مشيت خديت يعني تليفون وجيت شتي بغيت ندير قطبان الحمى الاخوان بغيت ندير قطبان وباش قبل ما تسولوني كاين ناس اللي غادي يقول لك واش داك اللحم حلال ولا حرام راه نقول لك بلا ما تكتب كومونتير اللحم حلال جنا تشوريسو حتى هو فهمتي تشوريسو حتى هو قبل ما تسول راه حلال صافي يلا المهم كان معكم مول الحرش انا ندير وقت برا تشوفوا كلشي في اخر فيديو غنبين لكم التليفون اللي شريت تحياتي اخوان اخوات قلنا يعني المهم غادي عصفورين بحجره واحده غادي واخا الكاليتي شويه هي غندير واحد فلوق كنا صغير ونفس الوقت اليوم هي نكذب لكم على التليفون نقول لكم الثمن باش خديته كيفاش داير يعني شمن الكاليتي كيفاش الكاميرا ديالو شحال فيها والميموري الرام شنو فيه داكشي كامل الديسك دور ديالو داكشي كامل ان شاء الله غادي نقول لكم ولكن من بعد دابا جيت انا هنايا درت التويشيات هادي يعني درتهم في ليكوادورا يعني في ديك ليت العصارة خلطت فيه بزاف باش رقت فيه اللحم فهمتي بلا ما نقطع داكشي هذا هنا غادي نرقد ان شاء الله اللحم هاد اللحم هذا يعني باش ندير القطبان فهمتي هانتوما سيدي ارقد ليا انت اسمع ارقد اللحمة الاخوان هنايا ونمشي نشعل الفاخر المهم درجة نخليه يترقد هنايا واحد شوية ونمشي نشعل الفاخر وديك الساعة ندير القطبان وانا معاكم ونحاول يعني نشرحو بزاف ديال الحوايج ان شاء الله باذن الله فهمتي هانتوما كيف كتشوفوا غنخليه مرقد اللحم يعني غنرقدو في هذا هانتي التواش راه فيه بزاف ديال الحوايج فهمتي الشيء المفيد الاخوان المفيد غندير ليها وغنخليه يترقد براسو وغادي يمشي يشعل الفخر الاخوان وانا معاكم الاخوان المهم يعني درجة نبغي تربح نبغيك يا صاح اما شعلوا هاد العافية هادي انا معاكم اخوات فهمتي شعل هاد السكر هادي يدي ديال الفخر غنديرها كامله مكموله فهمتي غنشعل فهمتي هذا باش كتشوف باش كيبقى شاد اصلا راني معمر الفخر الوسط الفخر العافيه كتبقى شاده فهمتي ده غتوصل هذا غتبقى شاده فيه العافيه غتبقى شاده فهمتوني ها انت هو
هي دابا راه هي فوق دابا عم مرين فوق. دابا الاخوان رابوس صرابوس ثم الرابوس صرابوس ثم الرابوس. العافيه شاده العافيه شاده العافيه شاده الاخوان. شتو العافيه وتم العافيه والعافيه والعافيه. ها انتم الاخوان شفتوا شالت هذيك السميده دابا تشد. هو الرابوس اللي مابغاش تشد شد العافيه. هذا رابوس فهمت. المهم الاخوان نحيد هذه الغلقه هذه نحطوها في التمشيه هنا. حان وقت القطبان اللي داير يعني هادي راه سميتو فاخر زين. حنا غادي نشوفو دابا الطريقه كيفاش دايره. والله الا داكشي بين البله ابربي الا فشكل داكشي بل. هانتوما مازال ما دقنا والو كان داكشي باين فهمتي بنين فهمتي داكشي الحطه حطو. هانتوما هانتوما ندير لك البديل ها المهم شريت كيلو ديال اللحم. كيلو ديال اللحم خديته الاخوان بسميتو نقولو شحال خديو ب 30 درهم. 30 درهم باش خديته 30 درهم وكاين كاين رخيص. انا خديتها ما انا خديتها باش حاجه اللي تنقول حنا طريق فهمت شي حاجه طريق. ما بغيت ناخذ شي حاجه ديال سلك كاينه 20 درهم 25 درهم فهمتي فهمتي. تشري دابا 18 درهم ولكن انا خديت زعما 30 درهم خديت يعني شي حاجه اللي زعما كنقولوا حنايا كلاس فهمتي كلاس يعني الطريق كتسمع بالطريق هو اللي كنهضروا ندوي عليه انا. عطيك هاد سميتو راه يطلع شي حاجه في الشكل ها انتما ويلا لن بالله. انتما الاخوه شتي ماما. المهم الاخوان كيف كتشوفوا معايا هانتوما بار اقطب ليا ارا ليا هانتوما ارا مازال هنا مازال مازال خير الله مازال خير الله هنايا مازال قطبه. غادي نعمرها عاوتاني وغادي نديرو التواشي وداك الشيء غادي نقول لك شي بشكل فهمتوني بشكل غادي نقول لك شي اخوان يعني تحية للاخوان الاخوات. المهم كيف كتشوفوا معايا شلاضة شلاضة شوية ديال الرز وضربت القطبان درت القطبان الاخوان. هذا هو يعني حلال الاخوان طيبوا حلالا طيبا الاخوان حلالا طيبا حلالا طيبا. هنايا درت القطبان كيف كتشاهدوا معايا القطبان هما هادو انتم الاخوان القطبان فهمتني. أو قلت لها واحد قرعه ديال المونادا كيف كتشوفوا معايا اليوم عندي هنا وقطبان هما هذا اخر فهمتني هما يعني غادي ناكل من غادي نكمل الماكله غنجبد التليفون اللي خدينا وغادي نشوفوا هنا شنو التليفون شنو الكاليتي كيفاش داير. هاد الكاليتي راه هي باش كنصور دابا راه عرفتوا الديكور شنو هو هذاك الشيء باش يعني درت الفيديو هذا راكم عارفين شنو كاين التليفون باش كنت كنصور يعني شحال هو راه خسر ليا وريت لكم في الكاميرا. دابا المهم غناكل ان شاء الله يعني منين نكمل الماكله وانا معكم نوريو نشوفو التليفون اللي شرينا كيفاش داير. تحياتي وانتما شحال. المهم الاخوان كيف كتشاهدوا معايا التليفون مشى جنا الريالمي التليفون اللي جنا يعني شاومي شاومي سيتي برو يعني كاين سيتي نورمال وكاين سيتي برو وكاين ساي نورمال وكاين سي برو على حسب. المهم حنا اليوم غادي يعني نحاول نوريكم التليفون اللي جبت معايا وشحال باش تقام ليا نشوفو بعدا.
شاومي. كيف كتشوفوا معايا التليفون خسر ليا، هذا خسر باش خدام، الكاليتي باش كنصور يعني شي حاجه ناقصه. اليوم دابا غادي نشوفوا كيفاش ندير هذيك اللعبه ديالها. وهذا الاخوان، وهذا هو شاومي 7 برو، 7 برو. الاخوان هذا الثقام ليا، يعني الشارجور ديالو هو هذا كابل، وهذا الشارجور ديالو الكابل. باش كنحاولوا نجبدوا الكارت ميموار وسميتو يعني، ولا كارت باش تحط فيه مثلا التشيب، باش تحط التشيب مثلا يعني، هذه باش كنحيد ليا هذه. الاخوان هذا تقام عليا، غنقول لك مثلا شريته بالبوليفي بواحد 2000، نقولوا حنا 2100 2150 بوليفي، ما نقولك بالمغربيه، المغربيه تي برو شاومي 7 برو، ماشي نورمال 7 برو. وخديت يعني حتى الكارانتي ديالو، عندي لا كارانتي ديالو باش ما يقولوش كيف الناس قالوا شحال هادي باش خديت هذا، قالوا لي وا التليفون اللي خديتي ب 2000 درهم هذاك هذاك شينوا، راه شينوا التليفون، راه شينوا، كاين الكاليضات اللي ديال الشينوا، كاين الكاليضات الواعره، وكاين الكاليضات يعني اللي العيانه على حسب جيبك، فهمتي. ودابا هذا يعني خديته انا، يعني هذا هو البون، يعني ماشي الفاكتوره. حيت علاش الفاكتوره مثلا كتعرف مين كتاخذ الفاكتوره، يعني كيكون شويه زايد، حيت يعني هذاك اللي غادي يعطيك الفاكتوره تيخلص هو امبوست، وتيخلص على ديك الفاكتوره اللي غادي يعطيك، فهمتي، كيخلص واحد النسبه بورسينتو. انا خديت البون، ولكن راه عندي فيه هنا عام ديال الكارونتي، الا كان التليفون هذا وقع عليه شي مشكل من الفابريكا من الشركه، عندي عام ديال الكارونتي باش الا كان شي مشكل نردو لهم عام ديال. يعني ملي كيكون شي تليفون كيعطوك عام كارونتي، كتعرف بلي راه تليفون ماشي شي حاجه تروتشو، ماشي شي حاجه زعما غير هكاك، فهمتوني. ونتمنى نشوفو ان شاء الله يعني هاد ريالمي عاوتاني شاومي 7 برو، نشوفو كيفاش الكاليتي ديال الكاليتي ديالو. الكاليتي الكاميرا قالوا لي اللور 64 اللي فيه في سميتو هنا فيه 4 ديال تقريبا 4 الكاميرات هنايا، تقريبا 4 الكاميرات. الكاليتي ديالك 64، ومن القدام كنظن ما نكذبش شتي يعني، قريت على سميتو لقيت فيه 32، ولكن صراحه الله ما عرفتش باش ما نكذبوش على الله، ولكن اللور 64 وفيه 28 جيجا، يعني شي حاجه نضه، شي حاجه نضه. نشوفوا ان شاء الله الخدمه ديالو كيفاش يبقى يصور عاوتاني فيديوهات داكشي، ويكون خير. تحياتي ثم تحياتي، تهلاو فراسكم.